بلبل، لقد انتهينا من تحضير المائدة. هل نخبرك ما هي وجباتنا المفضلة؟ ممتاز. إذا كنت تعلم ما نريد، فنحن جاهزون لتناول وجباتنا المفضلة. لا أستطيع الانتظار لتناول وجبتي المفضلة. ستكون هذه الوجبة لذيذة. يا بلبل، نحن نقدر لك دعوتنا للعشاء، لكن يبدو أنك قمت بافتراض ما نحب. الافتراض هو عندما نعتقد أن شيئاً ما صحيح من غير التأكد من صحته أو معرفة إن كان صحيحاً بالفعل. لا بأس يا أصدقائي أن نقوم بافتراض شيء، أمر قد يحصل لأي شخص. ولأنك تفضل التفاح، فأنا أفهم لماذا قد تظن أننا نفضله أيضاً. هيا بنا لنرى جاد وبسمة اللذين يمران بموقف مشابه. يا سلمى، المكان كتير حلو. شكراً سلمى على المساعدة. شكراً بسمة. هايل، هروح أجيب حاجات عشان الإضاءة وأرجع لكم على طول. تمام. سلام. مع السلامة. لا تيرارارا تيرارارا. قرقور هنا، قرقور إجا. أهلا قرقور. أهلا قرقور. قرقور، اليوم في عنا حفلة مهمة كتير. دجاجات عندهم عرض غنائي، وبس يخلصوا نحن حنطلع بعدهم. أنا بحاجة كتير مساعدة، أنتوا جاهزين؟ أنا جاهزة. معزوزة، متحمسة كتير. معزوزة، أنت رح تكوني مساعدتي بإدارة الحفلة. أما أنت قرقور فرح تكون قائد الفرقة. جاهز؟ قائد الفرقة؟ كتير كتير بالبالي هاللقب. طيب جاد، أنا بدي أكون. تعالوا شوفوا، شوفي عندي أدوات موسيقية هون. جبت عود؟ جبت داف؟ جبت دف. يا سلام. جاد، أنا هلأ بدي أكون أدوات موسيقية. جاد، كنت عم بقول أدوات موسيقية. دمتي 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 دمتي. شوفي معزوزة. دمتي 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 كمان. بسيطة، أنا كنت عم باخد قيلولة قبل عرض المنفرد. جاد، استنوني. طيب تمام، العضوية لازم تكون في مكانها. لازم تكونوا جاهزين. خلص تمام تمام. معزوزة، لا معزوزة، هدول نحن محتاجينهم منشان العرض. معك حق معزوزة، في عنا كتير شغل. وين نبلاش؟ جاد، أنا بقدر أساعدك. بس لحظة، لازم تكونوا جاهزين. تمام تمام قرقور، خلص وصل. رح أحكي بسرعة، بقدر أساعدك يعني. ما تقلقي بسمة، ما تقلقي، أنا شايفك قلقاني. أنت مثل العادة رح تغني. تمام، ما تقلقي بسمة. بس معزوزة، معزوزة لا. بس جاد، جاد جاد، أنا ما بدي أغني، أنا بدي أجرب إشي جديد. من الواضح أن من الواضح أن بسمة تريد أن تجرب شيئا جديدا. هذا صحيح، لكن جاد لكن جاد يظن أن بسمة تريد الغناء كعادتها، لأنها تتقن الغناء. جاد يريد شخصا ليغني. أنا أستطيع الغناء. لا 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 لا. فلنرى ما سيحدث. هلا بي نوزع العازفين.
مين معقول يكون عازف الأورج؟ أورج؟ أخطبوط؟ ممتاز بسمة، صح، أخطبوط هو عازف الأورج. أهلا بسمة. أهلا، أهلا أخطبوط. أنا كان بدي أعزف الأورج. هلا صفيان عنا آلة الإيقاع. الطبل، الطبل. دمتي 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 دمتي. كاكي. تمام تمام بسمة. فكرة منيحة. أهلا بسمة. كاكي كتير شاطر بالطبل. أهلا كاكي. دمتي 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 دمتي. بس أنا كان بدي أعزف الطبل. أنا. وهيك وزعنا العازفين على الآلات. بسمة؟ بسمة ما بدي اياكي تقلقي. انت رح تكوني مثل ما خبرتك قبل شوي، رح تكوني المغنية. جد انا هذا اللي كنت احكي لك اياه، انه انا بدي يعني. ما تقلقي ما تقلقي. محظوظة. بسمة إذا كان بدك تخبريني شي لا تنسي، هلا برجع لك. محظوظة. بس جد جد أنا ما بدي أغني، ما بدي أغني، أنا بدي بس أعمل إشي جديد، إشي جديد. توقف، لاحظ، فكر. جد عليه أن يتوقف للحظة ويلاحظ كيف تتصرف بسمة ويفكر ما الذي قد دفع بسمة لتتصرف بهذه الطريقة. أنا جرجور قائد الفرقة الموسيقية المشهور، بعلن عن بداية التدريب. تمام. 3 2 1. شو صار؟ وين بسمة؟ وين المغنية الرئيسية بسمة؟ أهلا جد. أهلا. التدريب حلو جدا وانا لقيت انوار حلوه قوي عندي، يلا نلحق نركبها بالحفله ما تبدا. تمام شكرا جد. مالك ايه اللي حصل؟ ما بعرف ليش بس ما اجت على التدريب. طب انا عندي فكره ممكن تساعدك. ايه رايك نتوقف ونلاحظ ونفكر عشان نقدر نفهم الموقف بشكل افضل. اول حاجه هنتوقف. التوقف بيخلينا نستعد للتركيز. ودلوقتي خلينا نلاحظ يا ترى بسمة كانت بتتصرف ازاي وقتها. هلا بسمة لما قلت لها انه انت لازم تغني ما كانت متحمسة ولا حتى صفقت ولا ضحكت. طب خلينا نفكر يا ترى هي ليه كانت بتتصرف كده. فكر، حاول انه تفكر، يمكن يخطر في بالك هالسؤال، يا ترى انا بقدر اتخيل شو حدا حاسس وفكر ليش هيك عمل او هيك قال. فكر، حاول انه تفكر، ممكن يخطر في بالك هالسؤال، يا ترى هو وهي شو عم بحسوا هلا، هالشغله بدها شويه تفكير. فكر، حاول انه تفكر. يمكن بسمة كانت متضايقة من شي. هلا تذكرت، كانت بسمة عم تحاول تقول انه هي حابة تجرب شي جديد، بس انا ما سمعتها لاني كنت مشغول بالتنظيم. يا ترى كان ايه شعورها لما ما قدرتش تجرب حاجة جديدة؟ يمكن بسمة حست بالاحباط، بس انا كنت متأكد انه هي بدها تغني، هي دائما بتحب تغني. يعني أنت متأكد وسألتها إذا كانت عايزة تغني ولا أنت تعتقد إنها كانت عايزة تغني؟ لا أنا ما سألتها، بس أنا كنت مفكر إنه هي بدها تغني، كان لازم أسألها. بص يا جد، إحنا دايماً بنحاول قد ما نقدر نعمل أجمل حاجة لأصحابنا. صح، بس مهم جداً إننا ما نكونش بنعمل افتراضات، لأننا أحياناً بنكون غلطانين. افتراضات؟ شو يعني؟ الافتراضات هي لما نعتقد ان الاشياء صحيحة من غير ما نتأكد، واحيانا بنطلع غلطانين. افضل طريقة علشان نتأكد هي اننا نعرف اكتر،
وبنعرف أكتر إذا سألنا. لا تفترض إنك بتعرف كل إنسان وبتعرف شو بحس وشو بفكر. يمكن مرات كتير تكون غلطان، كل واحد فينا بطريقته بيعبر. لا تفترض إنه بتعرف كيف الناس بتفكر، اسأل وشاور أصحابك قبل ما عنهم تقرر. لا تعتبر إنه رأيك صح من غير ما تتأكد، حاول اسمع وشوف كيف الآراء بتتعدد. اللي حوالينا شو عم بيفكروا شو هلأ حاسين، إذا بدنا نعرف يمكن لازم نسألهم منصير عارفين. لا تفترض إنك بتعرف كل إنسان وبتعرف شو بحس وشو بفكر. عندي فكرة، لازم لاقي بسمة. شكرا سلمى. بسمة. ها بسمة، لقيتك بسمة. في عندي سؤال. شو جد؟ بعرف بسمة انت كتير بتحبي تغني وبتغني حلو، بس انا ما سألتك هالمرة. بسمة انت بدك تغني؟ جد بصراحة انا اليوم ما كنت بدي اغني. انا كتير كتير كان جعبالي اعزف على آلة. كنت عم بحاول احكي لك. انا اسف بسمة، كنت مفكر انه انا بعرف شو بدك لانه انت كتير بتغني حلو، بس كان لازم اسألك من الاول من دون ما افترض. ايه؟ من دون ما شو؟ افترض الافتراض لما نفكر انه هذا الشيء صح من دون ما نتأكد ويمكن يطلع غلط. افتراض. لهيك بس ما انا جبت معي آلة موسيقية. شو رأيك بس ما بتحبي تعزفي معنا؟ طب يلا بسمة، العرض قرب يبدأ. يلا يلا. نحن الأطفال وبنغني بأحلى النهار، عم نحكي هينا مع بعض ويبدأ بالأفكار. هذه الوجبة سوف تكون شهية. شكرا لك يا بلبل لأنك سألتنا عوضا عن الافتراض أنك تعرف ما نحب.